تنتشر الكثير من الأساطير والقصص في مجتمعاتنا نتيجة لعدة عوامل كانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنشر هذه المزاعم دون أي دليل أو مراجع تثبت صحة هذه المعلومات. الخرافة الطبية مبدئياً هي موروثات ومعتقدات جمعناها من الوسط المحيط بينا سواء الأهل أو الأقارب أو السوشيال ميديا، وبنتعامل معها على إنها حقائق علمية على الرغم إن هي بعيدة كل البعد عن إن هي تكون حقيقة علمية، وهي طبعاً بتختلف من مجتمع لمجتمع أو من بيئة لبيئة مختلفة، وبتشمل طيف كبير جداً من أنواع الخرافات الطبية. ممكن نكون أشهرها إن التعرض للجو البارد بيبدأ يساعد في الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا، أو إن احنا تناول أغذية معينة بتسبب أمراض معينة زي مثلاً إن السكر له علاقة بمرض السكري، أو إن تناول البيض له علاقة بارتفاع الكوليسترول، ودي طبعاً بعيد أكيد عن الواقع، تمام؟ أو إن تناولنا الماء بيسبب لزيادة الوزن أو الكرش، أو إن تناولنا لبعض أنواع المسهلات بتساعد على خفض الوزن، ودي برضو طبعاً كلها مش حقيقي، وإن تناولنا بعض أنواع الأدوية زي المسكنات من دون وصف طبيب، تمام؟ ده عادي أو ما بيأثرش على جسمه، كل ده يعتبر من الخرافات الطبية. وبالإجمال هي تعتبر إدعاءات. الإدعاءات دي بتشمل أسس إما أن تكون غير صحيحة وبالتالي بتوصل لاستنتاجات خاطئة، أو أسس صحيحة بس برضو بتوصل لنتائج مش صحيحة أو بصورة مش واضحة، أو توصل لأغلب المشاهدين بصورة غير واضحة. تشير العديد من الدراسات إلى فوائد التفاح، وكثيراً ما نسمع أن تناول تفاحة في اليوم تبعدك عن تناول الدواء. ربما يعتقد البعض أن فوائد التفاح على الصحة أمر مبالغ فيه، فهل تستحق ثمرة التفاح هذه المكانة المميزة بين الخضروات والفواكه؟ وهل تناول تفاحة يومياً يبعدك عن الدواء؟ طيب مبدئياً ده أشهر مثال للإدعاء اللي أساسه صحيح. الإدعاء هو أساس صحيح إن التفاح فعلياً في بعض المواد والمركبات والألياف بتساعد على رفع المناعة في الجسم، بالإضافة إن هي كمان بتساعد على إن هي بتحسن الهضم، بتقاوم الشعور بالإمساك، كمان بتساعد كمان في تحسين اللثة وتحسين الأسنان، تمام؟ ولكن إذا اتحط كهي عامل وحيد لأن احنا نبتعد عن الدواء، ده بيبقى بتدخل في إطار غير صحيح، تمام؟ لأن في أكتر من عامل بيساعد على ان احنا نبتعد عن الدواء أو عن المرض أو نتحصل على صحة جيدة. الموضوع ده بيشمل التغذية السليمة، تمام؟ التغذية السليمة دي ان احنا نحافظ على الخمس وجبات ونبتعد عن الأكل الضار بوجه عام، ان احنا نبدأ نمارس رياضة بصورة منتظمة، ان احنا نحافظ على شربنا للمية، تمام؟ كمان نبتعد عن التوتر قدر الإمكان، النوم وقت كافي. فبإطار العوامل الكتيرة دي كلها نقدر نتحصل على الصحة الجيدة، أو نقدر نتحصل كمان على أن احنا نبتعد عن الأمراض، ولكن مش عامل وحيد وليس التفاح فقط. يعد التفاح من الفواكه المفضلة لدى الألمان، وهذا بالطبع لا يعود لطعمه اللذيذ فحسب بل لفوائده الصحية أيضا. فالتفاح يحتوي على الكثير من المواد التي تجعله مميزا عن بقية الفواكه والخضروات، فقد أثبتت الكثير من التجارب أن التفاح يحمي الخلايا المناعية في الدم من السموم الموجودة في البيئة المحيطة. النصيحتين أساسيتين. مبدئياً لازم نبدأ نهتم قليلاً قدر الإمكان باستشارة المختص. استشارة المختص سواء كان الطبيب أو أخصائي التغذية، وخصوصاً بالأمور المتعلقة بالصحة، ونبدأ ناخد أكتر من رأي، وليس رأي واحد نستقيه أو رأي واحد نستقيه من الأهل أو الأقارب أو السوشيال ميديا، بحيث نسمع أكتر من رأي. النقطة الثانية نهتم كتير جدا بالتثقيف الذاتي. التثقيف الذاتي ده أشهر حاجة فيه إن احنا نهتم بحملات التوعية اللي بتقوم بالدولة حاليا بخصوص الصحة وبخصوص الأغذية الصحية، نبدأ نثقف نفسنا عن طريقها إن نعرف إيه هو الموضوع اللي له أساس علمي اللي نبدأ نستخدمه، إيه هو الموضوع البعيد تماما عن الأساس العلمي. ويقول المثل الإنجليزي الشهير أن أكل تفاحة صباحاً على الريق وثانية في المساء يغنينا عن الدواء، وهذا ما أكسب التفاح هذه القيمة الصحية الكبيرة. أملنا أن تحافظوا على تناوله يومياً.